اي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون تمام. اليوم رح اقضي معكم روتيني بعد المدرسه، ما رح اخلي فيديو كتير قصير، حخليه انه فيديو طويل للمساء. كل شيء حساوي وقت الغداء حفتح لكم، وابدي ادرس حفتح لكم. اذا سويت شيء وخططت ورسمت وسويت هيك اشياء ببالي، او انا هيك بقعد اوقات لما بدي اخلي حساب للاشياء حفتح لكم، لما بقعد على جوالي حفتح لكم. بس هلا عم سوي لكم المقدمه، هاي المقدمه، وبعده حسكر، بعدين ارجع لكم وقت الغداء. بليز حطوا لايك لهذا الفيديو، كمان سبسكرايب، واللي فتح الفيديو لونه احمر وبس الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ويا برجع لكم بعدين، يعني حتقضوا انا اول فيديو هذا هيك بسوي، حتقضوا معي اليوم كامل. ويا حصير هيك اليوم انه هيك سوي اشياء حلوه، بس لانه انا سويت شغله كثير حلوه بقى هلا صار فيني دائما طفي ما بعرف كيف اشرح لكم، بس المهم بعد شوي برجع لكم. باي حبايبي. انا هلا رح اكل اوكي شوفوا شو رح اكل. انا رح اكل بامه ورز، بسم الله، بس سخن لاني هلا صار. سخن كثير، اوكي انا كثير بحب بامه ورز. يا هذا شوي من يومي لانه هلا صار وقت الغداء. هلا بس خلص هروح وضل فاتحة الفيديو ونقعد ونحكي، اوكي؟ وحادرس وحفرجيكم انا عم بدرس اليوم، يعني خلص روتيني للمدرسة، عرفتوا شلون؟ هيك الفيديو تبعنا، انا اول مرة بسوي هيك بعمل فيديو هون. سيبولي مين بحب البامية ورز؟ اوكي جايز حاكل ارجع لكم. اوكي حبايبي رجعت لكم من جديد وخلصت انا اكل والحمد لله. اوكي هلا صار وقت الدراسه، وبعده بعد ما اكون خلصت من اهم الاشياء اللي هو الغداء والدراسه رح نقوم نسوي كل الاشياء سوا. سوا طبعا لليل انا حضل قاعده عم صور. او يا هلا حادرس حقوق الرسول، الإيمان بأنه رسول، الإيمان بأنه رسول من الله، الإيمان بأنه بكى على اختبار قصير، الإيمان بأنه رسول من الله، الإيمان بأنه رسول من الله، الإيمان بأنه رسول من الله، الإيمان ارجع لكم. اوكي مثل ما شفتوا بعد ما تغديت ودرست وهيك، انا مو عم فرجيكم بس روتيني بعد المدرسه، عم فرجيكم روتيني كله انه انا شو بسوي لاخره الليل. اوكي انا معني مو كل يوم بسوي هالشغله، بس قلت هذا مو بس حيكون هيك، كمان حنتسلى شوي هيك بروتيني، وحفرجيكم حط شويه ميك اب وهلا تشوفوا كل شيء. ليتس جو. اول شيء رح احط كونسيلر، مع اني انا هي ثاني مره حطه بحياتي على فكره. انا بعد شوي عندي نادي، واذا بدكم بصور لكم، واخر الليل برجع الساعه 7 كمان حابب صور لكم وفرجيكم انه انا رجعت، وحكون مو عم بتعشى، لا حرجع اسوي شيء، حرجع اقعد على الجوال. هلا بتعرفوا كل شيء، هذا روتيني، انا لا عم بحكي حكي. او ماي جاد هيك بتحسوا اوكي انا شوي كمان كنت قاعدة عم اظبط الدفاتر وبزينهم وهيك، بقى ايدي لوتت. اوكي كمان رح احط
راح اخلص من الحملة فورا. طيب وراح احط من مفضلي. حتى ظل كتير بسرعة عادي. اوكي وهلا ماي جاد ام سوري جلست اصور فيديو. اوكي اسف يعني حطيت هيك بس يا باي. لا مو باي، بشوفكم المساء. اوكي هيك بكون رجعت لكم. يا اوكي طبعا انتم حتشوفوا شوي لما احط الفيديو كله مع بعض او ادمجه كله مع بعض حتشوفوه قصير، بس هو بالفعل مو قصير لانه انا كثير سويت اشياء عفكره معكم وقضيت تقريبا كثير من يومي، يعني مو كتير، تقريبا من 12 للـ5. ما اعرف اذا لسه حكمل اكتر بروتيني هذا، بس انا كمان حسوي لكم روتين مسائي وروتين قبل المدرسة، وكمان كتير حسي اسوي لكم اشياء، وان شاء الله يوم الخميس حسوي هيك روتيني. كتير حسي اسوي من هالنوع من الفيديوهات، روتيني وروتيني، روتيني المسائي، روتيني قبل المدرسة، روتيني باعتناء بشرتي، روتيني تبع المكياج، كتير اشياء حسي اسوي من هالنوع من الفيديوهات، لانه انا كان عندي مثل شيء ادمج عليه الفيديوهات بس ما كان كتير يزبط، اظن بتعرفوا بالفيديوهات، اما هلا صار كتير يزبط. ومثلا هلا لو ما كنت مساوي هالشيء كان هلا حيكون الفيديو ما كان حقدر اسوي ولا روتين، لانه طبعا كل فيديو اليوتيوبر او اي حدا بيساويه لازم يوقفه. كيف يعني؟ تخيلي عم بخليكم من 12 للـ5، حيكون فيديو 5 ساعات بقى. لا يعني انتوا حتشوفوه قصير لما بينزل ممكن على اليوتيوب، بس هو بالفعل كتير طويل لانه انا مهم شو بتكون انتو هالسيرة وهالقصة هاي. المهم في فيديو اليوم او بكرة ما بعرف امتى حينزل، هو كتير حلو بس ممكن انا حساويه كله بس ممكن يفشل، بتعرفوه كتير حلو، كتير انا متحمست له. حساوي لكم كتير اشياء بالروتينات، هيك حيصير ينزل هالايام، يعني بكرة حكون في هذا الفيديو هلأ ما قلت لكم عليه، بس بعده حساوي روتيني باعتناء تبع بشرتي، يا بعدين بالميك اب، بعدين بروتيني المسائي. اوكي وهلا ما بعرف اذا بدي انهي هذا الروتين تبعي او هذا الفيديو، بس عن جد انا هذا هو روتيني من المدرسة. بعدين رحت فورا تغديت وفرجيتكم لما كنت عم بدرس، يعني كل شيء سويته فرجيتكم اياه، حتى يمكن لما قعدت على الجوال فرجيتكم، بس طبعا فرجيتكم منه مقطع صغير ما فرجيتكم كثير طبعا لانه كان بدي اكل، وانا اكل كان بياخذ تقريبا ربع ساعة وانا ما رح اخلي ربع ساعة هذا كامب الكاميرا مفتوحة. بقى انا ما بعرف اذا هلا راح انهي الروتين تبعي، بس بظن خلص صارت 5 وشوي وانا بعد شوي عندي نادي، لما برجع ما رح اقدر اصور لانه بدي ارجع اراجع دروسي، كون جوعانة كتير بدي اكل، بدي ارجع ارتاح بقى بظن، ما بعرف، بس خلص حانهي هذا الفيديو. باي، شوفكم بروتيني الجاي، باي.